التخوين في أمر التواصل. الأصل أن بين الزوجين من العلاقة الوطيدة والثقة الأكيدة والمحبة والتوادد والألفة والترابط ما يمنع الشك والريب والتخوين، فلا يفاجئها بأن ينظر إلى رسائلها دون إذنها أو يتخونها في ذلك. ربما كان بينها وبين أهلها شيء من الكلام أو من الأمر الذي إذا رآه لا يرضى به، فليس له أن يفعل هذا الفعل، وإن هذا الأمر يفقد الصدق بين الزوجين وتضعف العلاقة به ويسبب الجفاء. والأصل أن الإنسان يعمل بأسباب الحفظ لبيته، لا يترك الحبل على الغارب ثم يأتي مشككا ومتشككا ومخونا، بما أن أهل بيته على استقامة وعلى حرص وعلى خوف من الله جل وعلا، وهو يحميهم بإذن الله سبحانه وتعالى ببذل الأسباب في حفظ البيوت. فالأصل عدم هذا الفعل، عدم التخوين، فهو فعل قبيح.